قنيطرة. لا فاطمة صباح النور. صباح النور، كيف صباح خير لاباس عليكم؟ الحمد لله، انت على خير؟ امورك هانيه؟ الحمد لله. انا تبع واحد الحليوات لك الوقت. نعم مرحبا. ندوز واحد البريستيج باللوز. اها بريستيج، نديرو 150 غرام سكر كلاصي بالهداوه غير بشويه. شحال ديال اللوز؟ لا قلنا 150 غرام كلاصي سكر. سكر كلاصي اها. يعني غير بلو 100 غرام بودرة اللوز، يعني اللوز راه فيه الكحل وفيه البيض، يعني دونك 100 غرام بودرة اللوز إلا قشر منقي وناجر سيدا صابوها في الدار. نعم. ونعاودو نغربلوهم ونديرهم في واحد الإناء وكنزيد عليهم الفاني، وسيدي من تما دير اللي بغات، يعني الفاني راه الفاني كيس واحد ديال الفاني؟ يعني دير روح أحسن. روح شحال تقريبا؟ واحد 4 معلقة صغيرة. حيت ولا كيما قويتي راه الحلوه كتجي مره. ونزيدو يا حامض اي نكهه، يعني سيدي ليها الاختيار. نعم. كنقبطو 65 غرام بيض. لا فاطمه، الحامض كنزيدو قشره، كنزيدو شنو اروم، شنو تنزيدو في الحامض؟ يعني الحامض ما تخاش منو، دير سيدي اللي بغات. واش نديرو قشره الحامض ولا شنو نديرو؟ دير لك هاد الكراميل ديال ناطا نوكا جنجلان، دير كاع اللي بغات. نعم. لها الاختيار. كنحطو في اناء وكنديروا بيض البيض، كنديروا 65 غرام بيض البيض، يعني حيت البيض راه ولا صغير وراك شفتي قداش هو. وي. راه كيخسر الحلوه السيدي، تردوا البال يعبروا البيض. نعم. صافي 65 غرام ديال البيض. ونخلطها غير بالفرشيطه غير بصبيعاتنا جوج قداميين، نرونو نرونو، نتجانسوا العناصر ونحطوها. ديما هاد الخليط ديال الفينونسي وهاد الخيط، واخا فيه الخميره واخا ما فيهش، ديال الكيك ديال هادشي اللي سائل يدار في الثلاجه على الاقل واحد 12 ساعه. دابا هاد الخليط هذا عندنا لا فاطمه كنحطو في الثلاجه؟ يا اختي راه هو راه من الضروري، راه دراسه خصو يدار في الثلاجه. نعم. ما صابوش فينونسي دابا ونعمروهم دابا كيجيو زوينين، ولكن الا درتيهم في الثلاجه غيجيو احسن. نعم ممتاز. اذا كنخليو في الثلاجه شحال الوقت؟ يعني الليله كلها السيده عاد تخلي الليله والصباح تصوبوا مع الجوج مع 12 مع 10 لها اختيار. نعم ليله كامله في التالي. نوبا كندير 150 غرام سنيده فوق 150 غرام سنيده فوق النار ديال الماء ونحركوا ونزيدوا 50 غرام ديال الجلوكوز ونحركوا ماشي يرجع كراميل. انت كتعبري ديما بالميزان ديال ياك؟ راه احسن هي الحلوه البريتيج ما تعبرش، يعني راه شي كتزودي شي غير معلقه صغيره زايده في البيض ولا زيت الحلوه تهبط وتخسر ليك اوتوماتيكمون. اذا 150 غرام ديال سنيده كنعملوها فوق العافيه مع 50 غرام ديال الماء. الماء غيدوب، ما قلتش كراميل، غيدوب كيدوب. ونزيدو 50 غرام ديال الجلوكوز غيدوب، ونديرو 80 غرام ديال اللوز كونكاسي. 50 شحال شحال ديال اللوز؟ 80 غرام. 80 غرام صافي. واحد جوج دقائق نحركو ونشيدو ونديرو في السيليكون اختيار دائري اوفر، يعني غير كيدوبو ما كنخليهمش يتعلكو بالمره ياك؟ لا ما غاديش، حيت غنطيبوهم جوج مرات. نعم. كنخويو في السيليكون. السيده اللي كتفهم في الحلوه راه غديرو خضر ودير فوقو الخليط، اللي ما كتعرفش دخلو الفران. نعم. ديال النوكا غير واحد المعلقه غير القياس غير شويه. لا بلاتي لا فاطمه، باش نتبع معاك حتى المستمعات اللي معنا كيسمعوا لنا يفهموا معاك اكثر. اذا احنا صيبنا النوكا ديالنا، درنا 150 غرام ديال سنيده فوق عافيه مع 50 غرام، اسمح لي، مع 50 غرام ديال الماء كنذوبوهم، ثم كنزيدوا فيهم 50 غرام ديال الجليكوز، 80 غرام ديال اللوز، كنخليهم جوج دقائق يعني غير كيسيحوا مع بعضهم، كنعملهم في سيليكون كنستفهم كنعملو في السيليكون غيكون زوق غير بلا، كندخلهم الفران غير كيذوبو يتقادو كنخرجوهم. يعني هي خد السطح يولي بقى على قاع السيليكون، يغطي قاع السيليكون. نعم غير شويه ونخرجوهم ما يطيبش باقي بيض. وكنقبطو معلقه كبيره ديال هذا الخليط كنخويوه من الفوق. الخليط اللي صيبنا في الاول هي اللي بعت لي فيه اللوز. هذا بريسيج باللوز، ديريز باللوز. دونك باش نفهم معاك، اذا غيولي عندنا الطبقه التحتانيه هي النوكا، وفوق منها الطبقه الاولانيه ديال الخليط ديال اللوز. ايه وندخلوها للفران العافيه من التحت. حتى كيتنفخ مزيان وكتبدا تخرج الصفوره. وكنحمرهم من الفوق ونشعلو الفوق ونجبدوه. خاصو على الاقل يبقى واحد جوج سوايع يعني في حراره المطبخ ما يتحيدش. شحال كيبقى لنا في الفران تقريبا؟ شحال؟ هو راه غتشوفي صفر، هو غير كيصفر يعني خاصنا نقابلوه. حيت هو فيه بيض البيض هو راه ما غيحمرش. غيجي واحد اللون زوين ذهبي. يعني بحال الفينونسي غادي يجي، هو راه ماشي فينونسي.
وغادي يجي زوين ونخلي البرد نحيدوه ونقلبوه ونحطوه. نعم هذا ما كان زين وما والو لان مزين راسه بديك النوكا اللي صايبنا في الاول. راه زينا بالنوكا النوكا اللي ساهله حيت السيدات كيطيبوا الحلوه بوحديتها والنوكا بوحديتها ملي كيجيو يقصقوا كيضغطوا كيفرسوا ولا ولا كيخسروا هذه ساهله. بارك الله يعطيك الصحه لفاطمه. ومرة أخرى دابا أنا النوكا اللي كدير الفينونسي ما فيهاش هذا الشيء كله عادية كدير كتجي زوين. مزيان كل مرة تعطينا حاجة لأن تبارك الله اللي كتعطينا من الخبرات ديالك وحتى داك الشيء اللي كتقراي فكنمشيو معك خطوة بخطوة. مشكورة لفاطمة مدينة قنيطرة. نعطيك واحد العجينة. غتعطيها لي غدا. غتعطيها لي غدا إن شاء الله إلا بقينا في الحياة. إن شاء الله إلا بقينا حيين.